ثلاثة مراحل هذه هي: أول حاجة مرحلة الفكرة، بلورتها، مناقشتها على ضوء الاجتماع مع الفنيين، الإدارة إلى آخره، عشان الملامح تكون واضحة ويكون في واير فريم واضح للفكرة. 2، بناء نموذج، بمعنى أنه يتم تطوير المشروع في أدنى مستوياته. كويس إنه هو يشتغل، بس شغال انتهينا، تمام. المرحلة الثالثة: تحويل هذا المشروع إلى منتج قائم بكل التفاصيل وبكل الاحتياجات وبكل المقترحات من العملاء والمطورين وكل الناس اللي هم داخلين في المنتجات.